لو الحكاية فيها إن فيجو مجلس قيادة الثورة إلى الشعب المصري الحر مؤيد ومعارض في هذه الظروف التي تمر بها البلاد وتزامناً مع ذكرى بداية ثورة 25 يناير العظيمة نصدر بياننا الأول للشعب المصري عامة وللثوار الأحرار خاصة. لقد كانت ثورتنا بحثاً عن العدل والمساواة والإنصاف. قمنا بالثورة ثاراً لمصرنا من طاغيت أفطرتها وأمراضتها ووضعتها في طابور التسول. لقد ثرنا على من جعلوا منها تكية لهم ولأبنائهم وقسموها أسياداً وعبيد فثرنا نحن العبيد. خرج بعضنا ودعا لثورة 30 يونيو أو هكذا كنا نظنها ثورة. استعجلنا مطالبنا فعدنا إلى من قبل يناير حيث اعتلى نفس الفسدة جميع المنابر وأخذوا كما كانوا أسوأ وأصبح المشهد عكسي. أصبح المشهد عكسي بل وعصيب حيث تعمد البعض شق السقف الوطني بالتهم الجاهزة من تخوين وعمالة وصلت إلى حد الإرهاب. لذا قررنا نحن شباب مصر الصادق الوفي المحب لكل حبة من ترابها أن ندعو الجميع إلى توحيد الصف وتصحيح مسار ثورتنا المجيدة، أن يتنازل كل منا عن انتمائه الحزبي أو الحركي لتكن مصر والثورة في المقدمة. نحن مع جيشنا العظيم في أن يحمي ولا يحكم ونطالبه بحمايتنا نحن مع الشرطة التي تقف مع المواطن وليس على رقبته. نحن مع القضاء الذي يعمل بالقوانين وليس حسب التعليمات. يا ثوار مصر العظام ويا شباب مصر الصادق الحر، نحن منكم لا مطامع لنا ولا أجندة خاصة كما يدعي البعض، ولن نتركها إلا حرة عظيمة قوية عادلة. فهيا نتوحد كما كنا، فمصر تحتاج إلى توحيد صفوفنا. لقد عاد الوضع أسوأ مما كان عندما خرجنا في 30 يونيو. عندما خرجنا في 30 يونيو لم يكن لمصلحة فرد، لكن البعض يعمل الآن لمصلحة فرد. عندما خرجنا في 30 يونيو كان أحد أسباب خروجنا هو استعانة الرئيس المعزول ببعض أنصار دولة مبارك. الآن قد عادت دولة مبارك كاملة في المشهد السياسي. عندما خرجنا في 30 يونيو خرجنا لمزيد من الحريات. الآن فقد انعدمت الحريات واتضح بالفعل أنها كانت ثورة مضادة على ثورة يناير. قد تم خداعنا، فلذا نحن نطالب الجميع بتوحيد صفوفهم تحت مظلة نشيد بلادي ورفع علم مصر والثورية والثورة هي الحل. تمرد 2 تحرك. نحن الآن نقدم توضيح عن الفكرة، بعض الملامح الرئيسية مع الأستاذ ياسر إبراهيم عبد المنعم عضو المكتب السياسي وهو كان أحد المؤسسين لحملة التمرد الأولى في حلوان. ثانيا من الحقوقيين لخبرتهم في القضايا الجنائية وخبرتهم كحقوقيين في احتجاز الأفراد، فلابد من وجود وجودهم هم على رأس هذه الوزارة، وهذا هدف من أهداف ثورة 25 يناير الثورة المصرية، وهو وجود دولة مدنية بكل وزاراتها المدنية، وليست دولة مدنية اللي هم العسكريين لبسوا بدل بقت مدنية. نحن تجاوزنا هذه الحدود وتجاوزنا هذه الأفكار، وأصبح الشعب المصري يعي دائما كل ما يدور حوله بالرغم من الإعلام المضلل. بالنسبة لموقف الحملة من وزارة الدفاع، وزارة الدفاع هي وزارة الشعب المصري اللي بيدافع عنها في الخارج، وفي الداخل في حالة الطوارئ والزلازل والبراكين، وليست الاضطرابات الداخلية التي يستغلوها حاليا في فرض سيطرتهم وفرض قوتهم وفرض حكمهم على الشعب المصري. لأن الجيش حق الشعب المصري على الجيش ان هو يحميه، وسبب وجوده اصلا ان هو سبب وجوده وواجبه ان هو يحمي الشعب المصري وليست حكمه باي شكل من الاشكال. النهارده كل الوزارات وكل معظم الوزارات ومعظم المحافظات ومعظم المجالس المدنيه ومعظم الاحياء يدورها عسكريين، سواء عسكريين جيش او عسكريين شرطه.
وعلاقة الحمل التمرد 2 تحرر اصلا بكل النظام، فهي هدفها اسقاط هذا النظام جميعا بحكمه العسكري، بحكمه الذي يشكل ثورة مضادة ضد ثورة اهداف 25 يناير الثورة المصرية التي قام من اجلها الشعب المصري كله وكان يدا واحدة. ونحن اساسا بالنسبة لحمل التمرد 2 تحرر استطاعت جمع شمل كل القوى السياسية الموجودة في الميادين والثورية الموجودة في الميادين على كلمة واحدة وهي إسقاط نظام حكم العسكري. عسكرية مع وجود قناصي أعلى كل لجنة إشارة إلى تأخر فتح العديد من المقرات الانتخابية في العديد من المحافظات نظرا لعدم وجود القضاة المشرفين على ذلك، تزامنا مع انتشار الدعاية الانتخابية أمام اللجان وفي شاشات القنوات الفضائية للحشد للتصويت بنعم من خلال نشر اللافتات في الشوارع قبلها بأيام وحتى أيام الاستفتاء. نشير إلى أن نسب المشاركة في استفتاء مصر 2014 وصلت إلى 11% مقارنة بنسبة المشاركة في استفتاء 2012 التي وصلت إلى 32%، فمتوسط عام مضطن لرصد جمعيات مراقبة حقوقية. نؤكد أنه تم رصد العديد من السيارات والأتوبيسات العامة والخاصة تقوم بنقل المواطنين إلى مقار اللجان وتوجههم للتصويت بنعم على الدستور، وسيارات أخرى تجود المناطق الريفية والشعبية لحمل المواطنين على المشاركة في الاستفتاء والتصويت نعم. كما أعطى مشروع الدستور مزيد من الصلاحيات للجيش المصري الذي تمتع بمزايا خاصة خلال العقود الماضية ولم ينص على محاكمة الجيش أو على محاكمة من قام بفرض سياسات تؤدي إلى جرائم مرتكبة أو أن يضعوا تحت رقابة الشعب. جاء قانون التظاهر مانعا وقاتلا لفكرة التظاهر وحرية الرأي والتعبير المكفولة في جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، حيث أعطى السلطات منع التظاهرات التي قد يعتبرها تهديدا للأمن. تؤكد الحملة أن هناك أحداث فردية في العديد من المحافظات للتدخل القضاة والضباط المكلفين بالحماية في دعوة المواطنين بالتصويت بنعم. كما تؤكد الحملة أيضا أن هناك أحداث فردية لمجموعات تدعم الشرعية كانت تدعو للتصويت بلا. تؤكد الحملة أنه كانت هناك غالبية اللجان بها نواب للحزب الوطني تدعو للمواطنين بالتصويت بنعم. ونحن نستنكر قيام الرئيس المؤقت عدلي منصور بالإدلاء بصوته في الاستفتاء، وهو المفترض أنه قاضي ورئيس الهيئة القضائية، حيث أن الدولة تتجاهل القانون. ونتساءل كيف القاضي يعرف أنه لا يجوز له أن يصوت وفقا للقانون أن يقوم بالتصويت؟ فهل هو تجاهل أم عدم وعي أم ضرب بالقانون لعرض الحائط؟ وفي ذات السياق لوحظ حدوث عطل بشبكة الاتصال الإلكترونية الخاصة بربط اللجان الوافدين في مختلف المحافظات ببعضها البعض وباللجنة الرادية للانتخابات على فترات متقطعة، وتم إصلاح الرد. ونعرض عليكم نسبة الإقبال في المحافظات على سبيل المثال الحصر. محافظة الجيزة شهدت إقبال ضعيف. طبعا أنا مختصر بالكلمة. محافظة القاهرة حيث أن هذه المحافظة من أكثر المحافظات التي شهدت انتهاكات في توجيه الناخبين ومنع المراقبين من الرصد، كما تم ظهور بعض الأطفال يصوتون بنعم في الاستفتاء. مش فاهمين إيه يعني إن طفل يروح يصوت بنعم، يعني دي حاجة من ضمن الصور الغريبة جدا في الظهور في الإعلام والصور. محافظة الضفدعية نشير إلى ظاهرة تكدس الناخبين الناتج عن ضم اللجان في لجنة مدرسة أنس بن مالك في مدينة بنها في محافظة القليوبية. بورسعيد إقبال ضعيف جدا. محافظات الصعيد كانت غائبة بالكامل عن المشهد ولا يوجد بها إقبال شعبي.